بمشاركة 42 دولة اختتمت الدورة الخامسة لمهرجان العودة السينمائي بشراكة بين كلية فلسطين التقنية في دير البلح وملتقى الفيلم الفلسطيني تحت شعار انتظار العودة عودة. وتناولت الأفلام المشاركة قضايا ذات طابع إنساني تمس معاناة اللجوء ومخيمات الشتات، وبالخصوص الواقع الفلسطيني الرازح تحت آخر احتلال على الأرض. طاقم مراسلون حجز مقعدا له في ختام هذا المهرجان لنتابع. يعني مهرجان العودة السينمائي يأتي في وقت صراحة مهم جدا في ظل حالة الترهل العالمية تجاه القضية الفلسطينية. جئنا اليوم في هذا المهرجان لنؤكد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم. هذا المهرجان الذي يتحدث باسم اللاجئين ويتحدث باسم فلسطين ويتكلم بلغة سينمائية يفهمها الجميع، جميع دول العالم. 42 سنة يعني هذا المهرجان هو تأكيد لحق العودة. من خلاله لن نفرط بحق اللاجئين ونرسل رسائل عبر الأفلام أننا ننتظر العودة حتى نعود إن شاء الله. بخصوص المعايير الخاصة بالأفلام، احنا يعني في معايير فنية بتتعلق بالتصوير، بالمونتاج، بالإضاءة، بالفكرة المبتكرة، بالرؤية أو بالمعالجة الفنية. هذا معايير فنية. كمان في شغلات لها علاقة مثلا بمهرجان العودة، مثلا الفيلم اللي بتناول العودة، الفيلم اللي بتناول مثلا أصحاب الهمم. على جناح كل غيمة مسافرة، على جبين كل شاعر وشاعرة، كتبت يا مدينتي يا قدس يا حبيبتي، كتبت يا مدينتي يا قدس يا حبيبتي، كتبت يا مدينتي يا قدس يا حبيبتي. إجمالي عدد الأفلام المشاركة في مهرجان العودة 177 فيلم كما تحدثت بمشاركة 42 دولة. هناك عدد من الأفلام الفلسطينية وعدد كبير جدا من الأفلام العربية والأوروبية. يمكن هذا ما يميز الدورة الخامسة من مهرجان العودة السينمائي، أنه عندنا حوالي 42 دولة زي ما تحدثنا، بريطانيا، ألمانيا، النرويج، صربيا، اليونان، تركيا. كل هذه الدول جاءت لتؤكد على حق العودة للشعب الفلسطيني والوقوف بجانب نضالات الشعب الفلسطيني. تجاوزت 17 فيلم فائز من 177 فيلم، يمكن عمت كل العالم يعني الجوائز. كان الاساس زي ما حكيت الشيء الفني والشيء المبتكر، يعني ما كناش بنميز انه هذا دوله كذا او دوله كذا، كان هو فيلم بيعنينا الفيلم يعني كفيلم. جائزه مرزوق الغانم لافضل فيلم يتحدث عن العوده، وكانت من نصيب فيلم القافله للمخرج السوري محي الدين أرسلان، سوريا. ويتسلمها دكتورة فيروز الخزندار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخليج التعليمية. تفضلي.